عندك دنيا باطمة في المحكمة النقد سنين في مشي ملفها خلق جدل، واش تشدت واش ما تشدت واش تابعت، والله كانت كذا نبغي لها غير التيسير، انا ما عندي معها حتى شي حاجه، ولكن بدا المساواه. هاد الدنيا باطمه، شكون اللي سبق ملفها ولا ملف زيان؟ اذا الدنيا باطمه باقا في محكمه النقد، وزيان جا من وراها، علاش ملف باطمه معقد اكثر من ملف زيان؟